السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اول ابلكيشن عندنا اللي هو الريكتيفاير. دوائر الريكتيفاير هي عباره عن دوائر بتاخد انبوت وبتطلع اوتبوت. الانبوت ده بيكون فولت موجب وسالب، وهي بتطلع لي بس الموجب او بتطلع لي السالب بس. على حسب بقى هي بتعمل الكلام ده ازاي، بنصنف الريكتفايرز انواع. في عندي نوعين ريكتفايرز اللي احنا مهتمين بيهم، حاجه اسمها الهاف ويف ريكتفاير وحاجه اسمها الفول ويف ريكتفاير. الهاف ويف بياخد الانبوت شكلها عامل كده، بيطلع لي نصها بس والنص التاني مش بيطلع. الفول ويف لا، الفول ويف المفروض ان هي بتاخد الويف الانبوت عامل كده وبتطلع لي الاوتبوت موجب كله برضو، بس بتطلع لي الموجب زي ما هو والسالب بتضربه في سالب فيطلع موجب. فدول النوعين بتوعنا، الهاف ويف ريكتيفاير والفول ويف ريكتيفاير. احنا هناخد اكزامبل من ده واكزامبل من ده. نبدأ بالهاف ويف. الهاف ويف ريكتيفاير الدايره شكلها عامل كده، دايره بسيطه جدا. طيب دايره بسيطه جدا، دايره المنظر ده. طيب يطلب مني ايه؟ يطلب مني يقول لي ان الدايره دي كده الانبوت اللي كان داخل عليها شكله مثلا وليكن عامل كده كوزاين مثلا او ساين. ده الانبوت بتاعي ادي في انبوت، ويبقى مثلا الماكسيمم بتاعها مثلا واحد، ويطلب مني ان انا اسكتش الاوتبوت. سكتش ال في اوتبوت. طيب دي نعملها ازاي؟ دلوقتي انا عارف ان الانبوت بتاعي موجب وسالب، فموجب وسالب في نص الانبوت الموجب الدايره هتتصرف بشكل، وفي النص التاني الدايره هتتصرف بشكل تاني. فانا هقسم الاناليسيس بتاعي لجزئين. اولا في البوزيتيف هاف سايكل اللي هو لما يبقى الانبوت يبقى موجب. طيب لما الانبوت يبقى موجب انا الدايره بتاعتي كان شكلها عامل كده، كان ده الانبوت وكان عندي هنا ديود وكان عندي هنا مقاومه وكنت باخد الاوتبوت من هنا. الديود المفروض ان هو شكله كان عامل كده. طب الديود ده في البوزيتيف سايكل هيبقى فورورد ولا بايس؟ تعال نعرف كده، ممكن نعرف الكلام ده من الكرنت. هو لما الانبوت ده يبقى موجب الكرنت هيبقى اتجاهه كده، الكرنت اتجاهه كده يبقى هو جاي كده، يبقى هو ماشي مع الديود في اتجاه الفورورد. يبقى يخلي الديود بتاعي فورورد بايس. يبقى في نص الانبوت الموجب الديود بقى ايه؟ فورورد بايس. طب كده الاوتبوت يبقى في كام؟ ده انا لما ابص على الانبوت ده الانبوت بتاعي هو الاوتبوت، مفيش اي فرق بينهم. يبقى في نص الانبوت الموجب كان الفي اوتبوت هو مين؟ في انبوت. طب بالنسبه للنيجاتيف هاف سايكل، في النيجاتيف هاف سايكل الدايره بتاعتي شكلها عامل كده، عندي هنا برضو الديود اللي انا مش عارف هيبقى المفروض شكله عامل ازاي. ادي كمالة الدايرة. طب في النيجاتيف هاف سايكل، في النيجاتيف هاف سايكل ده المفروض ان الفي انبوت ده عكس اتجاهه، يعني بقى بيطلع الكرنت كده. المفروض يبقى الكرنت عامل كده كده كده، يجي في الديود ده ماشي في عكس الديود. يبقى يخلي الديود اوبن سيركت، يعني يبقى ريفرس بايس. طب في الحالة دي الفي اوتبوت يبقى بكام؟ هو واضح ان انا في عندي اوبن سيركت، فالاوتبوت مش هو هو الانبوت، مفيش وصلة بين الاتنين. امال ده اجيبه ازاي؟ انا بما ان انا عندي هنا اوبن سيركت يبقى الكرنت في الدايره اكيد بكام؟ بصفر. ولما الكرنت في صفر يبقى المقاومه دي ماشي فيها كرنت بصفر، يبقى فرق الجهد عليها بصفر، يبقى الفي اوتبوت بكام؟ بصفر. يبقى في النيجاتيف هاف سايكل طلع الفي اوتبوت بصفر، وفي البوزيتيف هاف سايكل طلع الفي اوتبوت بكام؟ بفي انبوت. فنيجي بقى لاخر حاجه هو طالبها مني السكتش. ادي محور تي، ادي في انبوت،
وادي الانبوت اللي هو كان مديهولي، وادي فوقيه على طول او تحتيه على طول في الرسمه بتاعت ال في اوتبوت. قلنا في الدايره هنا قلنا ان في البوزيتيف هاف سايكل بيبقى ال في انبوت هو هو ال في اوتبوت، يبقى هنا في البوزيتيف هاف سايكل الاوتبوت هيبقى هو هو مين الانبوت. طب بالنسبه للنيجاتيف هاف سايكل، في النيجاتيف هاف سايكل قلنا ان الاوتبوت بيبقى بصفر، يبقى في الجزء ده الاوتبوت هيكون بكام؟ بصفر. طيب ده بالنسبه للهاف سايكل. طب بالنسبه فكر كده، لو الديود ده كان عاكس اتجاهه، يبقى كان اصلا في المساله بيديني الديود ده اتجاهه كده، كان ايه اللي هيتغير؟ كان اللي هيتغير بس ان في البوزيتيف هاف سايكل كان هيبقى الاوتبوت هو اللي بصفر، وفي النيجاتيف هاف سايكل كان هيبقى الاوتبوت هو هو الانبوت. فكأن كان الاوتبوت بس اللي هيحصل ان الاوتبوت كنت هتلاقيه شكله عامل كده، ده لو كان الديود معكوس. تعال ناخد النوع التاني، الفول ويف ريكتيفاير. طب بالنسبة للفول ويف ريكتيفاير الدايرة شكلها عامل ازاي؟ الدايرة شكلها عامل كده، هاخد شوية عندي هنا الانبوت، عندي هنا السورس، وعندي هنا ادي رسمة الدايرة بتاعتي ودي المقاومة بتاعت اللود، وبيقول لي في اوتبوت شكله عامل كده. طب ركز معايا بقى، برضه يقول لي ايه الانبوت بتاع الدايره شكله عامل كده، وعايز سكتش في اوتبوت. طيب نفس الطريقه برضه هنقول في البوزيتيف هاف سايكل الدايره هتبقى شغاله ازاي. في البوزيتيف هاف سايكل خليني بقى اركز في الحته دي، انا معلش دلوقتي بس ههمل ده خالص، هطنشه، هطنش اتجاه السهم، انا بس كل اللي هعرفه ان الاوتبوت بتاعي باخده من على المقاومه، اتجاه السهم ده انا هنساه، سيبنا منه دلوقتي، هركز مع الكرنت، والكرنت هو اللي هيظبط لي كل حاجه. احنا قلنا دلوقتي ان البوزيتيف هاف سايكل، طيب بوزيتيف هاف سايكل يبقى السورس ده شغال بيطلع الكرنت في الاتجاه العادي بتاعه، يبقى الكرنت ماشي كده. طب الكرنت هيجي هنا هيمشي ازاي؟ هيمشي في الديود ده ومش هيعرف يمشي هنا. يبقى الكرنت ماشي هنا، يبقى الديود ده شغال والديود ده لأ. طيب جه الكرنت ماشي هنا في المقاومة وصل لحد هنا، طيب يجي هنا يلاقي في عنده السكة دي، وطبعا هو لما وصل هنا كان السكة دي ما ينفعش فيها، فده كان برضو ايه اوبن، وصل هنا يبقى ده ايه فورورد، يبقى ده شغال وده والاتنين دول لأ. يبقى دلوقتي الدايرة شكلها في البوزيتيف هاف سايكل شكلها عامل كده. الكرنت اتجاهه ازاي؟ الكرنت اتجاهه كده، يعني جاي في المقاومة من اليمين للشمال، ده اتجاه الكرنت، يبقى يعمل لي فرق جهد على المقاومة من الشمال لليمين، ده فرق الجهد الفعلي اللي على المقاومة، وهو هو اتجاه السهم بتاع في اوتبوت. يبقى هتلاقي هنا ان الفي اوتبوت هو هو مين الفي انبوت. لو تيجي تعمل هنا كي في ال كده، تيجي تعمل كي في ال بالمنظر ده، كي في ال هنا تقول لك ايه؟ تقول لك على طول ان في انبوت ناقص في اوتبوت بتساوي صفر، يبقى الفي اوتبوت هو هو مين الفي انبوت. طب بالنسبه للنيجاتيف هاف سايكل، نيجاتيف هاف سايكل يبقى ايه بقى اللي شغال وايه اللي مش شغال؟ برضه خلينا مع الكرنت، في النيجاتيف هاف سايكل الكرنت ماشي العكس، الكرنت جاي هنا هنا، يبقى هيمشي هنا وهنا لا، هيمشي كده، وصل لحد هنا يمشي هنا. يبقى في النيجاتيف هاف سايكل الدايره شكلها عامل كده، الكرنت مش زي دلوقتي ماشي كده،
الكرنت ماشي كده 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 كده، يبقى الكرنت الفعلي في الدايرة ماشي في اتجاه المقاومة كده، يبقى يعمل لي فرق جهد على المقاومة في عكس الاتجاه. جه فرق الجهد هنا هو الفي اوتبوت، يبقى الفي اوتبوت هنا زي اتجاه الكرنت الفعلي، يبقى واضح ان الفي اوتبوت اشارته ايه؟ اشارته بوزيتيف. كويس، يبقى الفي اوتبوت هنا اشارته انا عارف ان هي طبعا بوزيتيف، يبقى اكيد وطبعا لازم تكون بتساوي الفي انبوت، لان هو واضح ان هو الفولت ده وهو الفولت ده، هو بس المشكله في الاشارات. يبقى واضح ان الفي اوتبوت هو عباره عن ايه؟ ماجنتيود الفي انبوت في الحاله دي. لما نيجي نرسم بقى، ادي الانبوت، الاوتبوت يبقى عامل ازاي؟ في البوزيتيف هاف سايكل، في البوزيتيف هاف سايكل قلنا ان الاوتبوت هو الانبوت، يبقى في البوزيتيف هاف سايكل الاوتبوت هو الانبوت. وفي النيجاتيف هاف سايكل عرفنا هنا من اتجاه الكرنت ان هو بما ان هو لازم هيبقى جاي من تحت، يبقى هيمشي في المقاومه كده، يبقى يعمل لي فرق جهد كده، هو اتجاه الفي اوتبوت اللي هو كان قايل لي عليه في اول الرسمه. يبقى واضح ان في الحاله دي لازم الفي اوتبوت لازم يبقى شرط موجبه، يبقى الفي اوتبوت هو الفي انبوت، وحتى لو كان الانبوت بالسالب عشان احنا بنيجاتيف سايكل برضه الفي اوتبوت هيطلع ايه؟ بالموجب. يبقى هنا الفي اوتبوت هو شكل الفي انبوت ولكن اشارته موجبه.